طابت أوقاتكم أعزائي المشاهدين أينما كنتم، وأهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج عبر الخط الأخضر. سنعرض مع مراسلي البرنامج إلى جملة من قضايانا السياسية والثقافية والاجتماعية، ونبدأها بتقرير الزميلة سماح بصول بعد زيارتها لمدينتي اللد والرملة. نعم أسماء، فبالإضافة إلى التضييقات العديدة التي يمر بها أهالي اللد والرملة في حياتهم اليومية من قبل السلطات الإسرائيلية، يواجهون الآن شبح هدم البيوت الذي يهدف إلى اقتلاعهم من أراضيهم. دعونا نشاهد التقرير. بطلعش، وقلت لو هدموا أنا مش راح أطلع، مش راح يعني لما يجوا يهدموا أنا أصلا مش راح أطلع من البيت، يعني يصير إيش ما يصير مش راح يعني يمكن يطلعوني ميتة. يقع الفلسطينيون في المدن المختلطة داخل الخط الأخضر تحت طائلة التهديد بالتهجير بوتيرة متصاعدة، وتعتبر مدينتي اللد والرملة في مرمى استهداف السلطات، سواء كان ذلك استهدافاً محلياً متمثلاً بالبلديات أو قطرياً متمثلاً بالحكومة. الأوضاع اللي موجودة هون بتشابه أوضاع مخيمات لاجئين، وإحنا منقارن حالنا كمخيمات لاجئين أكثر ما إنه إحنا تابعين لمدينة. لو سميت مخيمات بتعيب المخيم، بينما لو أبعدنا على مسافة كيلومتر عن هاي الأحياء تجد هناك أحياء اللي فيها المساحات الخضراء، فيها الألعاب، فيها جميع المرافق اللي لازمة لراحة الإنسان ورفاهيته. إنها حرب على الحق في الحياة، حرب يخوضها المواطنون في هاتين المدينتين، بدءا بالتصدي للتضييقات والمضايقات، وصولا إلى وقوفهم بوجه الخطر المباشر الذي يهدد حياتهم. ولا تخلو هذه الحرب من عنصرية تطال حقهم بالتعليم والصحة والخدمات الأساسية. في أولاد هون معنيين يتعلموا، بدهم يتعلموا، فش عندهم إمكانية متاحة أنهم يتعلموا زي ما هو لازم، يعني الوسائل الراحة التعليمية مش موجودة. في عندنا مشاكل في التعليم، في عندنا مشاكل في مجال الجريمة، في عندنا كثير من المشاكل. لكن هذا اللي هو أمر الهدم، أوامر الهدم أو قضايا الهدم هي اللي الآن اللجنة بصددها، لأنها هي اللي يعني أكثر ضغط وشيك، يعني ممكن يتم هذا الأمر في كل لحظة. ولعل أقصى ما يعانيه السكان في اللد والرملة هو محاولات اقتلاعهم من أراضيهم وإصدار أوامر تهدد البشر والحجر على حد سواء، دون أن تقدم السلطات أي بدائل. فخطر الهدم أصبح شبحاً يحوم حول أعداد كبيرة من البيوت يصل عددها إلى المئات، ليكون مصير السكان التشريد والبقاء دون مأوى. بالرملة في حوالي 15,000 نسمة اللي بشكلوا 20% من السكان، وحوالي ثلثين 60-70% من السكان العرب عايشين بوضعية غير قانونية. هناك في حوالي 150 أمر هدم، هذه حسب معطيات من البلدية. في اللد في هناك حوالي 22,000 عربي ساكنين في اللد اللي بشكلوا حوالي 30% من السكان، وغالبية الأحياء يعني نقدر نقول 80% من السكان العرب عايشين بوضعية غير قانونية. كل عيشتنا وقفت عند المحاكم، كل ما بدنا نسوي إشي، بدنا نسوي لنا مشروع، بدنا نسوي أي شغلة بنأجلها لبعد المحكمة، تيجي المحكمة بأجلوا كمان تاريخ، بنأجل كل إشي، صارت أجلنا لبعد المحاكم. يعني خلوا بيوتكم وروحوا، هاي الموجود، أنتوا لا يحق لكم العيش، أنتوا عايشين في البيوت هاي بصورة غير قانونية. إذا فعلا صح ادعائها يعني أنه هذا الإنسان مخالف للقانون، إنها تظلها ترجئ أوامر الهدم حتى ينجز هذا البيت ويشيده تماما ويدخل فيه، هذا عبارة عن عقاب، عبارة عن زج. يعني إحنا بلغة أخرى بنقول إنه هذا كل هذول الأمور مجتمعة عبارة عن إنه السلطة تقصد من وراء هذا الكلام إنها توري هذا المواطن الطريق إلى خارج المدينة. لا لنكبة ثانية ولا لطمس تاريخ عروبة المدينتين، هذا ما يرفعه مواطنو اللد والرملة رجالاً ونساءً في وجه سياسات الهدم بكل ما أوتوا من قوة، فهم مصرون على خوض معركة الدفاع عن منازلهم مهما كلفهم الأمر.
احنا يعني الرساله تبعتنا بشكل جماعي وكلمه واحده تبعت سكان الرمله واللد من العرب انه احنا نكبتنا مزبوط مستمره. نكبتنا ما كانتش بس بال 48، بس في هناك حاله من الثبوت وحاله من النضال اليومي على انه احنا موجودين في هالبلد بشكل عام. يعني من كل عرب الداخل ما في اي واحد حتى الاطفال منهم انه بيخطر بباله، مجرد خاطر بباله انه يترك بلده. انا مش شايفه ولا واحد ابدا مني انه يكون هون. هون انا اللي لازم اكون، مش اي واحد تاني ولا اي بني ادم غيري اولى في الارض اللي انا عايشه فيها. احنا انولدنا، اولادي انولدوا هون، احفادي انولدوا هون، ورايحين نضلنا هون. مهم نأكد عصام إنه حجة هدم بيوت غير قانونية هي حجة واهية بالآخر، لأنه هدول الناس أصلاً فيش عندهم أراضي يبنوا عليها، واحد بسبب سياسة مصادرة الأراضي، واثنين بسبب عدم توسيع مسطحات القرى والمدن العربية. طبعاً أسماء، وهذا الوضع طبعاً مش موجود بس في مدينة اللد والرملة، إنما أيضاً موجود في باقي القرى والمدن العربية اللي قسم منها تطرقنا إليه في حلقاتنا السابقة، وقسم آخر رحين إن شاء الله نتطرق إليه في حلقاتنا القادمة. بس صار موعد تقرير آخر أسماء. أن تقرأ الرواية الفلسطينية التاريخية لست بحاجة إلى كتاب فقط، فالفن المعماري في بلدة الناصرة القديمة له روايته الخاصة يطلعنا عليها الزميل ريمون مرجي. بعد نكبة عام 1948 كانت الناصرة المدينة الوحيدة التي بقيت عربية، فظلت أزقتها ما فيها من تفاصيل قصصا يحكيها أهل المدينة على مر الأجيال، وبلدتها القديمة هذه شاهدة على تاريخ المدينة وروايتها. أول ما تراه عين الداخل إلى البلدة القديمة هي هذه البناية المعروفة اليوم ببيت المطران، ويعود بناؤها إلى أكثر من قرنين. سكنتها أكثر من عائلة، من بينها عائلة معمر الذي يجمع بيتها خصائص البيوت الفلسطينية الغنية في تلك الفترة. أول شيء إذا بدنا نشوف الغنى تاع البيت نقدر نشوفه بالبداية من المدخل أو من البيت نفسه، من مدخل البيت اللي احنا بنسميه الخوخة. الخوخة هو عمليا نوع من الأبواب أو المداخل اللي موجودة في أغلب بلاد الشام عندنا هون في المنطقة. في الفترة العثمانية بنشوفه في عدة مداخل في الناصرة وبرضه في مدن تانية. بالنسبة للبيت هون بنشوف إنه أحد الأشياء اللي بيميزه كمان هو الحوش أو الفراغ الداخلي، الساحة الداخلية اللي هي كمان بتميز العمارة الفلسطينية. على بعد أقل من 50 متراً من مبنى المطران تصل إلى مبنى هام آخر، كل حجر فيه يحكي تاريخ المدينة، وهو تابع لعائلة قعوار، إحدى أقدم العائلات في الناصرة، ومن بناه وسكنه هو أول رئيس للبلدية طنوس قعوار. إحنا عملياً موجودين هنا في سباط اللي بنسميه سباط أو سباط دار قعوار. سباط بالعربي معناها ممر مسقوف، اللي هو عملياً بيوصل بين جهتين الشارع، المباني اللي موجودة في جهتين الشارع في ممر مسقوف. فالبيت هنا مهم جدا، فيه عنصر مهم اللي مش موجود في عدة مباني، اللي هو مقسم لقسمين. في القسم اللي هو القسم العام أو قسم الرجال بنسميه السلملك، وفي القسم الثاني اللي هو القسم الخاص تاع العيلة، كعن النساء تاع الرجال تاع الأولاد والعيلة نفسها، اللي هي بنسميه إحنا الحرملك، اللي هنا موجودات في جهتين الممر. اللي راح نشوفه كمان شوي من الداخل عمليا كيف كان البناء تاع النخبة الفلسطينية في النصف الثاني من القرن 19، اللي هو بيت من نوع آخر كليا.
بنحكي على فلسطين اللي كانت جزء من الدولة العثمانية، والنخبة الفلسطينية اللي موجودة في هاي المنطقة زي نخبة تانية كانت كمان في لبنان وفي سوريا تأثرت في على تطور اللي كان موجود في إسطنبول، ومنها بناء وزخرفة المباني أو القصور أو البيوت الخاصة في زخرفة جديدة اللي هي متأثرة في أوروبا، اللي أجت عن طريق أوروبا لإسطنبول، ومن إسطنبول أجتنا على منطقتنا. أكبر تجديد كان في العمارة الفلسطينية في آخر فترة عثمانية، وهي الزخرفة الجديدة اللي قدر عمليا يعملها أو يصنعها أغنياء اللي قدروا يجيبوا فنانين اللي كانت تكلفة غالية جدا، اللي أجوا عادة أو من إسطنبول نفسها أو عن طريق لبنان أو عن طريق سوريا، واشتغلوا في عدة مدن في فلسطين مش بس في النصر نفسها، لأنه الأسقف في الزخرفة هاي موجودة في أغلب البيوت الفلسطينية. بنحكي احنا على بيت اللي مكون من فترتين، الفترة الأولى يعني الطابق الأول اللي فيه الحوش والعكودة هو حوالي 200-250 سنة عمره. الطابق الثاني في عنا هنا مرحلتين، في عجية الشمال هون بنوا في 1850، بعد ما العيلة كبرت كمان بنوا في الجهة الثانية المقابلة لإلها في 1880. بعد ما بنوا الطوابق بنوا قوس اللي هو داعم، يعني زي دعام أو قوس اللي دعم المبنى من الشمال واليمين، لأنه كان في خطورة أنه يميل أو يهيل المبنيين على بعض. أما في الطرف المقابل فتعلو شامخة السرايا التي بناها وسكنها الحاكم ظاهر العمر قبل أن تكون مقراً للبلدية ورئيسها الشاعر توفيق زياد. طبعاً أسماء هاي المباني والأماكن هي دليل على عراقة هذه المدينة، والتمسك فيها هو الحفاظ على التراث طبعاً وبالأخص الفن المعماري. أكيد عصام، وقول منيح إنه في بيوت ضلت بعد النكبة وإحنا بس رممناها، هو غير أصلاً المباني اللي دمرها الاحتلال، في مباني إحنا دمرناها بإيدينا. على كل حال خلينا إسا نشوف تقرير الزميلة غادة أسعد. الزواج تحت سن 18 مأساة، شعار ترفعه الجمعيات النسوية في نضالها ضد الزواج المبكر من خلال حملات التوعية التي تنظمها. فلنشاهد التقرير. تتجوز بكير كتير أشياء بالحياة تستغني عنها، بس إنها تتجوز بتكون هي بوقت اللي مفكرة إنه هذا الإنسان رح تكمل معها حياته اللي هي مقتنعة فيه إسا بهذا الوقت، بس البنت كل سنة فكرها بتغير، بعدها إنها بجيل بعدها مش قادرة تأخذ قرار، فهذا القرار لازم تأخذه بوعي كافي إنها تكمل مع إنسان حياتها يكون هو هذا الإنسان المناسب. فبكير بعرف بنت اللي هي أكبر مني بسنة، المفروض هاي السنة خلصت 12، إسا عندها بنت وولد، تخيل انت الاشي، وفي اول اشي رحمها ما تحملش الحمل وقامت بعملية اجهاض يعني، وهيك انه جسمها بعده ضعيف ومش قادرة انها تحمل، وبصير كتير مشاكل بينها وبين جوزها وبدلها عند اهلها وهيك، انه هاد نتيجة لانها اختارت الرجل غير مناسب. كانت طفلة في 16 من عمرها يوم التقت به، وشاء اللقاء الذي جمع بين العائلتين أن ينتهي بالشاب المعجب بها إلى التقدم بطلب يدها من أهلها. يومها فرحت لأنها ستلبس بدلة عرس بيضاء جميلة وتتزين كالأميرات، لكنها لم تعمل أي حساب للقدر الذي سيضعها في رحلة عذاب بدأت بزواجها المبكر وقادتها في النهاية إلى الانفصال عن زوجها. سبب طلاقي هو طبعاً العنف داخل العائلة واللي سبب كتير مشاكل، وطبعا هذا نابع عن زواجي في سن كتير مبكر اللي هو 16 سنة، كنت بعدني كتير صغيرة بصف عاشر، مكملتش تعليمي، فتت على حياة مفكرة انه زي لعبة، بدلة بيضة وفستان وطرحة وعرس ورأس وغناني. الزواج المبكر أكيد أنا ما بأيده، ضد زواج مبكر من ناحية اجتماعية ومن ناحية صحية بضر الفتاة، بس للأسف بمجتمعنا هاي الظاهرة كبرت كتير، ويعني أغلب البنات اليوم تجوزن 18 وأقل. هذا كله بيأثر على الأولاد طبعا، مش بس على الأم كأم، الأم أكلت نصيبة، بس الأولاد هن البكلوها أكتر وأكتر.
تخوض جمعيات فلسطينية نسوية في الداخل نضالاً ضد الزواج المبكر أو على الأصح تزويج الأطفال، ومن بين الشعارات التي رفعت خلال حملات التوعية التي تبنتها هذه الجهات شعار يعتبر أن الزواج تحت سن 18 مأساة، وتهدف الجمعيات من ورائه إلى خلق حوار مع الجمهور حول ظاهرة الزواج المبكر بأبعادها المختلفة مع التشديد على الجانبين الاجتماعي والصحي، وبالتالي الحد من هذه الظاهرة التي ليس من السهل اجتثاثها من مجتمعنا نظراً لأنها لا تزال تلاقي قبولاً لدى بعض الشرائح. لكن نحن نرى أن هذه العملية عملية تزويج أطفال أو تزويج فتيات من الدرجة الأولى لعدة أسباب، أهمها أنه حسب المواثيق الدولية لحقوق الطفل الأطفال هم من دون جيل 18، وبالتالي عملية زواج الفتية أو الفتيات في هذه الأجيال حتى لو كانت نابعة عن رغبة خاصة بهم بالزواج هي تعتبر عملية تزويج لفقدانها عامل الإرادة والبلوغ للاختيار. تتحدث دائرة الإحصائيات المركزية في الداخل عن أن هناك ما يزيد عن 40% من المتزوجات في المجتمع الفلسطيني في الداخل تزوجن دون سن 19، والمقلق أكثر أنه في العام 2009 تزوجت نحو 1000 فتاة عربية دون سن 17، وبما أن غالبية هذه الزيجات لا تسجل في الدوائر الرسمية فتقدير اللجنة أن ظاهرة الزواج المبكر منتشرة بشكل يفوق المعطيات الرسمية، بينما تؤكد المعطيات أيضاً أن أعلى نسبة من المطلقات العربيات هن ممن تزوجن في سن مبكرة. الإسقاطات الصحية، عدم تكامل جسم الفتاة، عدم بلوغ جسم الفتاة، الإسقاطات الصحية أيضاً عند الولادة، فمثلاً المعطيات والأبحاث تشير إلى أنه أكبر نسب للإجهاضات والعمليات القيصرية تتم عند الفتيات دون سن 19، يعني ممن تزوجنا في جيل مبكر. هذه الإحصائيات ليست إلا دليلاً على ضرورة محاربة هذه الظاهرة على كافة الأصعدة اجتماعياً وصحياً ونفسياً وقانونياً أيضاً، فهناك مطالب جدية بتعديل قانون سن الزواج من 17 عاماً إلى 18 كحد أدنى لإبرام عقد الزواج. واليوم في اقتراح قانون لزيادة الجيل، يعني على أساس أنه الجيل الأدنى يكون مش 17 وإنما يكون 18، مأخوذة كمان من معاهدات دولية لحماية الطفل اللي بتقول أنه عملياً القاصر هو معرف كطفل لحديد سن 18، ولحديد سن 18 القاصر فيه كتير فعاليات لهم ما بيقدر يعملها، وكمان انه بسن ال 17 في كتير فعاليات اللي القاصر او القاصرة ما بيقدروا هم يوافقوا عليها، فهذا بيخلق وضع اللي هو مش طبيعي، وعشان يكون من بيطلبوا انه يعلوا سن الزواج لسن ال 18. يمكن أنا عصام مع تعديل القانون، بس كمان بشوف أنه بنت 18 سنة كتير صغيرة على الجيزة، يعني شو بعد بتكون شايفة غير الكتب والمدرسة؟ طبعاً أسماء، وأنا كمان مع تعديل القانون، ومن جهة أخرى بطالب أنه يكون في جمعيات اللي هي بتوعي الشباب أنه ما يتزوجوا في جيل مبكر وما يطلعوا على بنات 18 سنة، يطلعوا على بنات أوعى من هيك. وهون صار موعد تقرير آخر. مسرحية الخادمات للفرنسي جان جيني والتي تصور الصراع الطبقي في المجتمع ينتجها مسرح النقاب ويدخل إليها عنصراً إضافياً يتمثل بالصراع القومي الذي يعاني منه فلسطيني الداخل. تقرير الزميل عدي عدوان. أنا بعرف لمساتك، ريحتك بتقطر مثل الحيوانات. أنا بعرف من ريحة القرى والمجاري والمخيمات. المخرج المسرحي صالح عزام يعكف على إعداد عمل مسرحي للكاتب الفرنسي جان جيني تحت عنوان الخادمات، وذلك في مقر مسرح النقاب في قرية عسفيل. المسرحية اللي عم نشتغل عنها اليوم هي الخادمات لجان جان جيني، هي مسرحية للكبار. أنا اخترت أشتغل على الخادمات لأنه هي أول شيء مسرحية بتنعد كلاسيكية وبتنعد مهمة. هاي المسرحية بتحكي عن خدمتين هن خيات، كلير وسولاج، وأنا بمثل دور سولاج، وفي إحنا خدمات عند مدام. وكل المسرحية بتدور حوالين الصراع بين حالنا وبين الوضع اللي إحنا عايشين فيه لبين المدام وكل الحياة تبعتها وهيك. الحاسم هاي اللحظة قربت، اللحظة اللي بتغيري فيها دورك.
عم بتسني مخالبك، الكراهية عم تغلي جواتك. كلير بتنساش، كلير مش عم تصغي، كلير انت مش عم تصغي. انا صغي بفضلي انا، وبس بفضلي انا الخدمات موجودات، بفضلي صراخي، بفضل اعمالي. انا صغي. انا دور كلير اللي هي الخدامة الصغرى. الخدامة الصغرى اللي هي بيكون كمان عندها مشكلة نفسية مع حالها، وكل الوقت هي المغلوبة على أمرها، كأنه يعني أنه الكبيرة هي اللي بتفرض الرأي والمدام بتفرض الرأي، فهي دائما تطبع، يعني هي دائما اللي بتمشي مع القطيع. يعني ما إحنا مساكين ومعترين وريحتنا بتبكي. هذا الفرق بيني وبينك، أنا غنية أحلى منك بكتير يا كلير، بس هو بدي يستغلك، بيضحك عليك ومش ناوي يتجوزك. المدام غلطانة، المدام انسفي يا شفاطة. الإعداد هو شوي مختلف عن المسرحية الأصلية، لأنه إحنا أخذنا خلال الإعداد إنه المدام هي تكون يهودية إسرائيلية والخدمات يكونوا العرب. أدون لو الشيك قبل ما كان الشيك مخنا ديوتا الشطفة شلو مبايشة. مسرح النقاب في هذه المسرحية يحاول عكس الواقع المعاش للمواطنين العرب في الداخل من خلال التعامل مع مكانتهم الخاصة كأقلية قومية في المجتمع الإسرائيلي. من هنا فإن النص الأصلي للمسرحية جرى تعديله بشكل تتلائم فيه النصوص المترجمة مع الواقع المحلي. كان بتوي زيادة عمل في العبرة عشان يكون يفرجي على الآخر الحياة العرب اليهود اللي موجودة الحقيقية اللي موجودة بالحياة الواقعية اللي احنا عايشين فيها. شخصية جان جاني هي كانت سبب اني انا ليش اخترت مسرحية الخادمات، لانه اذا احنا بنشوف في سيرة حياة جان جاني بنلاقي انه جان جاني هو مناضل، هو ثائر، هو تعاطف مع القضية العربية بشكل عام ومع القضية الفلسطينية بشكل خاص. أني ما أميناشها أدون خاف مي باشا بوي تسمي حكالي مهار. كان كان مخاف مي باشا فيلهم لو خاف مي باشا بخايم لو أزوف أوتو كخا كخا لمدين كما أهفين مشو. مهم جدا انه احنا نعرض هاي المسرحيه كمان بالسلطه الفلسطينيه بالمسارح ومنصات السلطه الفلسطينيه، لانه مهم كمان وبتحكي عن هذا الوضع. بام كراتي على بنادمش بتصير مع سيك الشيخ ما مش بدهم تامك تامك مش الادم لاخرين شيء مو ادم بجنيفات اديوتيو. كل الوقت أسماء كان دور المسرح إنه يعكس الوضع القائم ويحاول إنه يعطي صورة عن المجتمع اللي إحنا موجودين فيه، وكثير من المسرحيين المحليين استغلوا أعمال مسرحية عالمية لحتى يلائموها مع وضعنا القائم. أكيد عصام، وكمان اختيار نص لجان جيني هو كثير اختيار موفق، خاصة إنه عالج في كتاباته مع إنه فرنسي عالج قضايا قريبة من مجتمعاتنا ومن قضيتنا الفلسطينية. وهيك بنختم حلقتنا لليوم، نتأمل إنها نالت إعجاب المشاهدين. انتظرونا الأسبوع القادم بنفس الموعد في حلقة جديدة من برنامج عبر الخط الأخضر. منا أسماء عزيزي، عصام أطيب المنى، وإلى اللقاء.